ترجل اليوم عن صهوة الثقافة الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 64 عاماً، لتفقد الساحة العربية أحد أعلامها البارزين في الأدب والشعر والصحافة. ونفتدي أملاً من روحه خضلاً، سابت ظروف وأهوال وما ساب، فلو يعيد عزيزاً راحلاً سبب، كنا ملأنا فضاء الله أسباب. وسقط القلم من يده التي أنتجت شعراً وقولاً صادقاً. رحل عنا اليوم الشاعر والكاتب الإماراتي الكبير حبيب الصايغ عن عمر يناهز 64 عاماً. حبيب الصايغ رجل الحداثة الشعرية الأول، أتقن الشعر منذ صغره، طرح عبره تساؤلاته الكونية قائلاً فيه عبارته الشهيرة: الفاشلون وحدهم يجرؤون على استنساخ الشعر المجاني والقصائد المنتجة حتى تموت. حبيب الصايغ الحائز إجازة الفلسفة والماجستير في الترجمة وعلم اللغة المقارن من جامعة لندن، كان وجهاً مميزاً من وجوه الصحافة الإماراتية. بدأ كمحرر في صحيفة الاتحاد الإماراتية، ثم نائباً لرئيس تحرير الصحيفة، بعدها شغل منصب رئيس التحرير المسؤول في جريدة الخليج، وبينهما كانت له محطات وإنجازات صحفية عديدة. ورغم مسؤوليات الإدارة لم يغب حبيب عن الساحة ككاتب رأي له حضور جريء، مدافعاً عن القضايا العربية والوطنية، لا يخشى في كلمة الحق لومة لائم. اللي تحتاج الصحافة الإمارات المزيد من المواطنين، المزيد من المواطنين الفاعلين المؤثرين، مش اللي جالسين خلف المكاتب. نعم، ضروري جدا. انه طبعا ليش ما في صحفيين مواطنين؟ لا، الصحف تريد. حبيب الصايغ وبين هذا وذاك، بشعره واحساسه المرهف، كان حاضرا دائما في الساحه الادبيه كشاعر له انتاجه الثقافي الغزير في المكتبتين الخليجيه والعربيه، وترجمت له قصائد عديده الى اللغات الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والايطاليه وايضا الاسبانيه والصينيه. واختاره يوم أجرى الخير في يده، وفي العروق سلالات وأحقابا. تعزز حضور الراحل حبيب الصايغ في الساحة الثقافية أيضاً عبر كونه رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وأمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. ولأن العين لا تخطئ المتفرد، كان دوماً محط التقدير والامتنان على جهوده، فحظي بجائزة الدولة التقديرية للآداب، وحينها منحت لأول مرة لشاعر. لكن الإعلام الثقافي في دولة الإمارات مش موجود في الترتيب الصحيح ضمن أفق الإعلام كاملاً، هذا واحد. ثم نأتي إليه في داخله، فنجد أن الإعلام الثقافي أيضاً أولوياته غير مرتبة ترتيباً صحيحاً. ويكفيك ما فيك فانهض لعلك تقوى على الموت، هذا ما صاغه الصايغ في قصيدته أسمي الردى ولدي، وسيبقى هو وقلمه وشعره حاضراً أبداً في فضاء الثقافة الإماراتية. رحمك الله يا أبا سعود.